السلام عليكم، نتمنى نلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله نقدم معكم كتف ديال الغنمي مبخر بطريقه سهله، كيجي لذيذ وفتي وكي الزبده، واللي غنرافقو مع بعض الخضر اللي غادي نوضعها غير تسلق وغادي ندخلها للفران تحمر. فيلا معايا نشوفوا الطريقه التحضير. بسم الله على بركة الله. كتف ديال الغنمي اللي مقطعته على طرفين، نحتاج الكمون ونحتاج الملح والماء. في طنجرة الضغط غنوضع كتف ديال الغنمي، وغادي نوضع ملعقة صغيرة ديال الملح على حسب الذوق، ملعقة صغيرة ديال الكمون، والماء أنا وضعت كأس ديال الماء، فما تخافوش اللي بغى يوضع نصف كأس يوضعه. غنسد نصف طنجرة الضغط ونضعها على نار مهيلة كالشمعة. من بعد انا خديت الخضر قطعتهم وضعتهم يتسلقوا، من بعد كملت لهم الطياب ديالهم في الفرن. هنا من بعد ما مرت 45 دقيقة طفيت على النار، حليت الطنجرة، لقيت فيها شوية ديال لاصوص، فهاد لاصوص لذيذة وثقيلة. نتمنى تجربوا الفيديو، تجربوا الوصفة عفوا، فكتجي اللحم فتية وكالزبدة. نتمنى تبارطاجيو، تعملوا لايك، وإلى وصفة قادمة إن شاء الله.